كنا بنتكلم على ما تبقى لبنيامين نتنياهو، السيناريوهات المتوقعة، خاصة أنه بالفعل وصل لآخر نقطة يمكن الوصول إليها وهي رفح الفلسطينية، وبالفعل أغلق المعبر من الجانب الفلسطيني وتسبب في إحراج الكتلة الدولية اللي بتسنده بأنه يقفل هذا المنفذ وهذا المعبر من الجانب الفلسطيني، هو بمثابة غلق لآخر شريان بالنسبة للفلسطينيين. فالسيناريوهات المتوقعة وخلاص، يعني هي دي آخر نقطة حتى لو كانت لإنقاذ نفسه، ماذا بعد؟ طيب يعني خلينا بقى، اذا كنا هنستخدم فعلا يعني علم بناء السيناريوهات ده، احنا عندنا اكتر من طريق. سيناريو تفاؤلي بانه والله المفاوضات اللي بتجري دي نستطيع مهما كانت صعوبتها ان احنا نصل الى نتيجه، على الاقل نوقف هذا العدوان ولو مرحليا، وبعدين نبدا مساله تبادل الاسرى وتبادل المحتجزين، نمشي وفق المقترح المصري، ويمكن لما يعني أعلن عن أنه حماس قبلت ده أحيا الآمال بأن احنا ممكن نوصل إلى نتيجة ويمكن نوصل لها قريبا. لكن طبعا ما حدث من احتلال يعني الجانب الفلسطيني من معبر رفح ورفع العلم الإسرائيلي، تمام، يقول لك احنا أنزلنا أعلام حماس، هي مش أعلام حماس بالمناسبة، يعني ما انت أنزلت العلم الفلسطيني عشان تقول ان انت محتل، طب يعني ايه الجديد اللي في كده يعني، تمام. لكن الحقيقة هي كارثة إنسانية بكل المقاييس. طيب السيناريو الآخر بقى، السيناريو الآخر، والحقيقة يعني أنا أرجح السيناريو ده لأنه عقلية نتنياهو الحقيقة وصلت إلى حد التهور وحد الحماقة الشديدة جدا. إحنا لما بنحط سيناريوهات بنتكلم على إنه الطرف الآخر ده طرف رشيد، طرف عاقل، يعني ممكن يفهم الكلام اللي بيتقال. لا، النهاردة أنت المصلحة والبقاء في السلطة بقت أكتر كتير، خاصة قوي، أنه مفيش رادع كمان، بالظبط، ومفيش بديل. يعني البديل سيء بالنسبة له، البديل إنه هو تسقط الائتلاف الحكومي ده، يتعرض لمحاكمات، يتعمل مذكرات توقيف، ما هو ده كله هيبقى مترتب على بعضه. انت عندك مذكرات قانونيه مرفوعه في محكمه العدل الدوليه، وفي قضايا مرفوعه في محكمه العدل الدوليه، صحيح قد تستغرق وقتا، لكن قد يحدث ما حدث في يعني يوغوسلافيا السابقه، محاكم جرائم الحرب او غيره، تمام، بهذا الشكل، وبالتالي المخاوف حقيقيه من هذا الشكل. لكن انا اتصور برضه في نفس الوقت انه الجهد المصري الدؤوب هيلعب دور. يعني الدور المصري هنا واضح جدا، مش للتأثير على نتنياهو، لا، للتأثير على الأطراف ذات الصلة اللي بتضغط على الولايات المتحدة. أنا بقول ليه الكلام ده؟ لأنه الحقيقة الولايات المتحدة هي كمان في موقف حرج، مش قدام العالم، لا، قدام الناخبين اللي موجودين. الولايات المتحدة على فكرة ما بتحرجش خالص، يعني إذا كنا بنقول إنه واشنطن أصبحت محرجة، لا، هذا الكلام مش صحيح. لا، هي بتدور على المصالح على حساب اي حد. وده اظن شفناه في مشاهد كثيره، واضح طبعا. لكن هو محرج قدام الناخبين بتوعه. انت بتغازل اصوات فئتين، العرب المسلمين الامريكيين واليهود الامريكيين، ايهما تريد ان تحصد منه اصوات اكتر؟ الثابت انه اليهود الامريكيين اكتر تصويتا للديمقراطيين من سنه 48 لغايه النهارده، ده ثابت، وبالتالي هو بيراهن على أصوات اليهود الأمريكيين أكتر. طب ممكن تحصل مفاجأة؟ طبعا ممكن تحصل مفاجأة في لحظة ما. طب لكن حتى الآن بنقول إيه؟ بنقول إنه اليهود الأمريكيين رغم الاختلافات العمرية، يعني بعض الفئات الشبابية ممكن تكون مختلفة شوية، تمام، لكن لو استهى من زاوية الديانة، زاوية اليهودية يعني، هتلاقيهم أكثر ميلا إلى إيه؟ بايدن، لأنه هو أكتر واحد ممكن يكون دعم إسرائيل. النهارده مفيش كارثه حصلت في عهد رئيس امريكي سابق اكتر من كده، مفيش دعم بالسلاح والمال اكتر من كده الحقيقه، تمام. طيب يا ترى لو اتغير بايدن وجه ترامب، ده بافتراض انه هذا العدوان مستمر لغايه نوفمبر، ترامب هيستمر في نفس القصه، لانه ده ثابت من ثوابت السياسه الخارجيه الامريكيه. هو بيقول لحضرتك امن اسرائيل ده نمره واحد، وبعد كده اي حاجه تانية. فكرة ان انت تدور على امن المنطقة، لا، هو بيدور على مصالحه في المنطقة. طيب ده بقى يخلينا كمان احنا ككتلة عربية ندور على مصالحنا، اذا كان هو بيدور على مصالحه في منطقتنا، طب ما ندور على مصالحنا احنا في منطقتنا مع بعض، ونستخدمها كورقة ضغط. هنا الدور المصري، مصر شايلة كتير، مصر تتحمل العبء الاكبر. في نفس الوقت في اطراف اخرى لابد ان تتشارك في هذا الدور.
لا تتخلى عن أدوارها. أنت محتاج يبقى فيه زخم كبير عربي داعم، يبقى صحيح. عندك أجندة وسيناريو تستطيع أن أنت تدفع في اتجاه التسوية، في اتجاه السيناريو التفاؤلي. مصر لها مصداقية، لها وزن، بتقدم أطروحات، ويمكن المقترح المصري هو أحسن مقترح تم تقديمه لأنه بيوازن ما بين مصالح كل الأطراف. وخرج تصريح بالفعل من واشنطن بهذا الرأي. طبعاً طبعاً طبعاً، وإحنا مش محتاجين على فكرة شهادة لأنه معلوم مصر بتشتغل إزاي. طبعاً مش محتاجين بالزبط. شهادة، ولكن يمكن دي الرؤية بالزبط. الأخرى المعلن على الأقل يا ستي، على المعلن الإدارة الأمريكية بتقول هذا الكلام علشان تسير مع الأمور، لكن الحقيقة إحنا في موقف شديد الصعوبة بالنسبة للفلسطينيين. صحيح. يواجهون كارثة إنسانية حقيقية، لازم يتوقف هذا العدوان النهاردة قبل بكرة، لابد أن تحقن دماء الفلسطينيين. المجتمع الدولي عليه دور، المنظمات الدولية مع عجزها بين قوسين لازم يعني تتخلص من هذا العجز. أنت محتاج تعيد النظر حتى في المنظومة الدولية كلها، وإزاي مجلس الأمن ده يظل بهذه التركيبة اللي بيسيطر من خلالها خمس دول كبرى على كل القرارات، بل على مصير العالم، كل ده محتاجين أن احنا نعيد النظر. صحيح.